الديني حذرت من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة ديالى في أثناء الانتخابات، داعية الحكومة المحلية إلى وضع خطة بديلة لعدم وقوع حالة تزوير. بالتأكيد انقطاع التيار الكهربائي خلال المرحلة الماضية بعد توقف الخط الإيراني هناك تخوف أن ينعكس سلبا خاصة في يوم الانتخابات. موضوع الانتخابات موضوع مهم وجوهري وفيه تحديد مصير، لذلك نتخوف أن يكون في يوم الانتخابات يكون انقطاع للكهرباء، وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على عمل صناديق الاقتراع في المفوضية المستقلة للانتخابات. ونتمنى أن تكون الحكومة المحلية في ديالى والحكومة المركزية لديها من الاحتياطات ما يكفي لإيقاف هذا العمل، وأن يكون هناك مراقبين دوليين في محافظة ديالى لوجود خروقات سابقة في محافظة ديالى عن طريق أما إطفاء الجهاز أو حرق الصناديق، أو هناك خروقات كثيرة عدم السماح لمراقبين بالوصول إلى بعض المناطق.